النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار للطقس الخريفي المعتدل في عموم المناطق، واستمرار أيضا فرص تشكل الغيوم المنخفضة والضباب صباحا فوق القمم الجبلية العالية وأيضا فوق السهول ومنطقة البادية، وليالي باردة نسبيا أيضا مستمرة خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت في بعض المناطق المتفرقة من المملكة. هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين، حيث لاحظ استمرار لسيطرة لكتلة هوائية معتدلة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، وبالتالي يستمر الطقس الخريفي المعتدل خلال الأيام القادمة، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا خلال بداية الأسبوع القادم. الطقس هذه الليلة في العاصمة عمان سيكون صافي لكن بارد نسبيا، 17 درجة مئوية فقط متوقعة مع نسب رطوبة عالية مع فرصة لتشكل الغيوم المنخفضة تكون على شكل ضباب فوق القمم الجبلية العالية ساعات الصباح الباكر. بالنسبة للثلاث أيام القادمة: يوم السبت طقس مستقر 25 إلى 18 درجة مئوية، يوم الأحد طقس خريفي معتدل 26 إلى 18، واستمرار الطقس الخريفي المعتدل أيضا يوم الاثنين 26 إلى 19 درجة. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.